بالمناسبة زي حاجتين بسرعة أقولهم، مش عايز حد يزعل مني، أنا بتكلم الحق، كل ناس كل لازم ياخد حق. فألاقي مثلا رئيس اللجنة الأولمبية في غرفة الملابس مع اللعيب، يا فندم أنت نازل تتصور ليه؟ يا فندم روح اعمل بطل أولمبي عشان تقابل سيادة الرئيس تاني يوم، اطلع روح اشتغل تاني يوم، روح اشتغل بسرعة، روح شوف كنا بناخد بال 12 ميدالية وبالست ميداليات، النهاردة مفيش خالص، روح حط خطة البطل الأولمبي، ما تروحش تركب على شغل غيرك اللي تعبه مش بتاع حضرتك كرة القدم. روح شجع زي الناس في الاستاد، لكن ما تروحش التلفزيونات تبقى موجودة وتاخد اللقطة وكأنك انت اللي خططت للرياضة. اللي تعب اتحاد كرة القدم فقط، كرة هاني ابو ريدة فقط ومجلسه، اللي بتحاربوه عايزين تمشوه عايزين تعملوا له انتخابات. لا احنا عارفين كل حاجه في الكواليس والتخطيط فين، وده الزبده تتاخد منين. لا افرح لمصر، واللي ليه مصلحه ملوش مكان ما بيننا، اللي ليه مصلحه ملوش مكان ما بيننا، اللي بيخطط لنفسه ملوش مكان ما بيننا، اللي بيخطط لمصر. كل حاجه هنقولها هنا في البرنامج ده. فمن هنا انت نازل تعمل ايه رئيس اللجنه الاولمبيه؟ حضرتك روح شجع وروح زي بقيه الجمهور. ما هو الجمهور ده ما بياخدش مكافاه، الجمهور ده مكافاته اللي هو يفرح ويمسك علم مصر ويمشي في شوارع مصر. لكن روح حضر لبطل اولمبي عشان تقابل سياده الرئيس، هي دي المكافاه، عشان تاخد وسام الجمهوريه اللي جبته لكم لاخر حلقه، عشان ترفع علم مصر في المحافل، مش المقرات تتاخد مننا بالاتفاق مع بعض ناس جوه اللجنه الاولمبيه. المقرات يا دوله بتتنقل الدوحه بموافقه الناس دي، بلا لجنه ثلاثيه بلا لجنه مهلبيه، اسمعوا مننا مش بنكذب، المقرات بتتنقل الدوحه. علم مصر بيخططوا اللي ما بقاش في المحافل الدوليه، ومعانا المستندات اسالونا ونجيبها لكم. في الاخر نازل اتصور، انت مالك ومال الصور؟ انا اكتر حاجه في حياتي في حياتي تقول لي ايه تكرهها اللي ناس لا تستحق تبقى موجوده في المشهد. زي 2008 نلعب نموت نموت نفسنا متحملين مسؤوليه شعب. انا حاجات شفتها، اهانات لحسن شحاته ولشوقي غريب وبيخططوا له ازاي يمشي ويحقق 2006 2008 2010، وتيجي تتكرم من اي جهه تلاقي اللي بيعملوا كده واقفين. والله العظيم كنا مش بنصدق نفسنا، نقول الناس دي، الناس دي مفيش ضمير، الناس دي انت مش مكانك هنا، انت مكانك مع اليأس، مكانك مع المصالح. والله انا اسف مش وقته اللي اتكلم في ده، لكن عشان الدوله تنهض في الرياضه تقول له لا انت ما لا 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 مكانك مش هنا، مكانك تعمل بطل اولمبي، مكانك ترفع علم مصر عشان تقابل سياده رئيس الجمهوريه اول ما ترجع في الطياره على طول. هي دي الحقيقه، حد يختلف على اللي انا بقوله؟ يا راجل ده الحفله تاني يوم بتاعت الفريق في ناس عماله تقاتل وتحارب، اتحاد الكوره مبقاش موجود، مش عارف ايه المنتخب، كوبر مش عارف ماله في ايه، ده دفاعي، والله ده صلاح، منتخب قاعدين يقولوا كده شهور، واول ما المنتخب يوصل كاس عالم تلاقيهم مش بينط على الحدث، عارفين الصاروخ بتاع دريم بارك بيطلع ازاي؟ على طول في الحفلة موجودين. انت موجود بتعمل ايه؟ مش مكانك هنا. روح كملوا مصالح بعيد عن الرياضة. والله العظيم انا بقول لكم الحقيقة، انا اكتر حاجة تزعجني كرياضي استمر في الخط بتاعك، لكن لما يتحقق نجاح ابعد بقى، لكن مش نلاقيكم اول ناس، ما دي صعبة قوي بصراحة. ما حدش كان بيتكلم في الكلام ده قبل كده، لكن انا يعني قلت لكم النهارده بنتكلم بشكل مختلف عشان نلم الحدث ونحط كل حاجه في سياقها.